انتربريتيشن للاوديوجرام. اول كيرف كده، حد يقول لي كده اقرا الكيرف ده ازاي؟ انا عايزكم انتوا تعملوا برين ستورم كده وتركزوا وتشوفوا ممكن اترجمها ازاي. في قواعد التسميه. ها اول قاعده قالت ايه؟ ماشي قول كده. قاعده الفريكونسي 250 اول حاجه بص على مفتاح الخريطه. مفتاح الخريطه ايه؟ الرموز. انا حاطط دايره للاير كوندكشن ونجمه هيت للبول كوندكشن، هقوم قاري الاير كوندكشن لوحده في كل الفريكوانسيز واقرا البول كوندكشن في كل الفريكوانسيز. فانا لو جينا على الاير كوندكشن، الاير كوندكشن كله ويزن ذا رينج من الصفر ل 25 صح؟ يبقى في نورمال اير كوندكشن، تبقى تقوم قول له ايه؟ This curve represents a normal audiogram normal hearing sensitivity او normal hearing acuity. يقول لك اكسب ليه؟ تقول له اول حاجه ان الاير كوندكشن از ايه؟ نورمال within the range من كام لكام؟ من 0 ل 25 ديسيبل. And the bone conduction is normal within the range من كام؟ من 0 ل 25. سهل الكلام؟ سهل ولا صعب؟ كده صعب يا عبد العزيز؟ ده اللي مطلوب مني لحد دلوقتي. يبقى اول قاعده بتقول ايه؟ ان انا ابص على المفتاح بتاع الخريطه، اشوف الاير كوندكشن والبول كوندكشن، ثم ابص على كل كيرف لوحده واشوف هل موجود في الرينج النورمال ولا لا. لقيت الاير والبول كوندكشن وزين ذا رينج من 0 ل 25، يبقى ده معناه ايه؟ نورمال. طيب نشوف كيرف تاني. والملف يا جماعه اللي هحطه على الموقع ان شاء الله فيه كيرفات اكتر من دي كمان بكتير، يعني حاجه تريننج الهدف زي ما اقول الاستفاده. بتحط الصوره. طيب كيرف زي ده مين يفكر كده ويقول اول حاجه بصيت عليها الايه؟ اير كوندكشن وبول كوندكشن. هبص على الاير كوندكشن. الاير كوندكشن شايفين فين؟ هل هو وزين ذا رينج من 0 ل 25؟ امشوا معايا خطوه خطوه. اول ما تخلص اللاب لو في حاجه صعبه اقول، لو حاجه مش مفهومه اقول. لحد دلوقتي الاير كوندكشن هل هو في الرينج من الصفر لل 25؟ لا. امال موجود منين لفين؟ من 60 ل 90، واحنا قلنا 60 من 90 ده معناه ايه؟ سيفير. سيفير. طب سيفير ايه بقى؟ هل هو كوندكتف ولا بيرسبتف؟ هنا اير ولا ميكسيف؟ واحده واحده اصبر ما تستعجلش. هبص على البول كوندكشن. البول كوندكشن وزين ذا رينج من كام لكام؟ 0 ل 25. من 0 ل 25. يعني انا الكيرف اللي قدامي فيه حاجتين. ابنورمال اير كوندكشن وزين ذا رينج من كام لكام؟ 60 ل 90، يعني دي سيفير ديفنس. ولكن البول كوندكشن از نورمال، يعني معناها في الحاله ديت البول كوندكشن احسن من الاير كوندكشن وده ابنورمال، يعني معناه ده سيفير كوندكتيف ديفنس. تمام. سهله ولا صعبه؟ سهله. اقولها تاني. اول حاجه بص على الكيرف، لو كيرف اي كيرف من اللي بقوله ده او غيره من اللي محطوط في اللاب اي كيرف ممكن تتسال فيه. بالاضافه لاسئله صغيره اللي هنسالها زي ايه مثلا؟ زي ما قلت لك اول حاجه يقول لك مثلا انتربريتس دايجرام او وات از ذا تايب اوف ديفنس ان ذيس كيس مثلا. هو اكسبلين يور انسر. يبقى اول حاجه الحاله دي اول ما تبص عليها كده وانت قريتها تقول لي دي والله ده سيفير، مالها ايه؟ سيفير كوندكتيف ديفنس. تعمل اكسبلانيشن ازاي؟ سيمبلي هتقول له ان البول كوندكشن از نورمال وايل اير كوندكشن از اب نورمال وذين ذا رينج من 60 ل 90، وانا عارف ان النورمال كام؟ من 0 ل 25 ديسيبل، يعني معناها سيفير كوندكتيف. ليش كلمه نعم؟ هو دكتور مو بس احنا عملنا ريكوردنج يا عبد الله، احنا عملنا الريكوردنج طلع 60 ل 90. دي كيرفات ديت مريض جيت عملت له ريكوردنج طلع بالقيمه دي، فانا اللي اسالك السؤال ده، ده السؤال الثاني اللي كنت هساله لك. What are the causes of such curve؟ اديني امثله. مش احنا قلنا ان ده كوندكتيف ديفنس اي انسان فورم بادي اوتوسكليروزس فورم بادي بلاشر تمبانيك ميمبرين البرايمري تمبانيك ميمبرين. امال السكندري تمبانيك ميمبرين فين صحيح؟ بالراوند ويندو. امال ولا راوند وضحت يا جماعه؟ نعم. لكن الانتربريتيشن هنا مو من 60 ل 90. فين؟ هو السفير يا هم 60 ده فوق ال 60. ركز معايا ركز معايا. بص انت عندك الاير كوندكشن ما بين مين ومين؟ ما بين ال 60 اهو، شايف ال 60 اهي وعندك ال 90 اهي.
هو موجود في في الرينج ده هذا سي في يبقى ده اه ده سي في سهل الكلام ولا صعب يا جماعه طيب نبص على الكيرف اللي بعد ده ها مين يقول مايو مين يقول الاول ها طيب البوت نمشي وشين على ايه حد يقول لا 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 انا عايز حد كده يرفع ايده قول يا عطل اول شيء نشوف الايه كونكشن اقوم باصص على المفتاح يا جماعه خلي بالك ممكن المفتاح في كل مره يختلف ممكن في مره نحط لك النجمه هي الاير كوندكشن والدايره هي البول كوندكشن اول حاجه بص عليها الكي مفتاح الخريطه لازم ابص على مفتاح الخريطه مفتاح الخريطه هو ده خلاص انت حط الرمز وحط الاسم في ريحه مش ما فيش مشكله فانت الاير كوندكشن ده ايه دايره قدامك صح بص على الاير كوندكشن الاير كوندكشن ماله نورمال وذين ذا رينج ام قال ايه تقول ان ذيس كيس الكوندكشن از نورمال وذين ذا رينج لازم تكتب النورمال وذين ذا رينج عشان تبقى عارف ان ايه النورمال وذين ذا رينج كام 0.25 ديسيبل ولكن البول كوندكشن موجود ما بين مين ومين ما بين الايه 25 وال 40 اللي انا بقول عليه ايه مايلد ديفنس بقى عندي ايه في الحاله دي مايلد ديفنس طب هل هي كوندكتيف ولا سنسور ولا ميسر لو لقيت ان الايه هذه الحاله الاير كوندكشن بيتر ذان بول كوندكشن صح وبلاقي البول كوندكشن اب نورمال يبقى الحاله دي سنسور نيورال تمام الحاله اللي الاقي فيها كوندكتيف يبقى لازم الكوندكتيف احسن من الايه البول كوندكشن ولازم يكون نورمال لازم يكون نورمال يعني لو الاثنين اب نورمال انا هشوف حاله والبون احسن من الاير يبقى برضك سنسور نيورال وضحت الصوره يا جماعه انسى القاعده الاخيره دي ليها رسمه حالا هنشوفها خلينا في ديت الاير كوندكشن ماله نورمال وزين نورمال رينج كام من 0 ل 25 ديسيبل البون كوندكشن ما بين 25 لكام 40 ديسيبل يعني معناها مايلد مايلد ايه سنسور نيورال ديفنس يبقى او سنسوري ديفنس او بيرسبتيف ثلاث مسميات واحده تسال هنا ازاي برضك نفس الكلام يقول لك مثلا وات از ذا تايب اوف ايه اي اسئله ثانيه بقى انا بديك نمط اسئله يقول لك وات از ذا تايب اوف ديفنس ان ذيس كيس اكسبلين يور انسر جيف 4 او 5 او 6 اكزامبلز كوزز او 6 كوزز اوف سوتش كونديشن دكتور لما يكون البول اكثر من الاير يعتبر سنسوري نعم لما يكون البول اكثر من الاير يعتبر سنسوري بنورمال اهدى كده وركز معايا القواعد اللي انا قلتها ركز معايا راجعهم معايا واحده واحده يا احمد اول قاعده قالت ايه ان الاثنين لو في النورمال رينج يبقى ده نورمال وضحت الصوره القاعده الثانيه لو الاثنين اكتر من النورمال يعني من الناقص 10 للصفر ده سوبر نورمال تمام الديفنس نفسه بقى لو اكتر من ال 26 وضحت الصوره طيب القاعده بتقول لو البون كوندكشن نورمال رينج لكن الاير كوندكشن اب نورمال يبقى ايه كوندكتيف يبقى كوندكتيف ديفنس لازم علشان اقول كوندكتيف ديفنس لازم الاقي ايه البون مع اكسبشن تاني هقوله حالا عشان اقول بقى ميكس فاهمني يبقى اقول ككلمه كوندكتيف بس يبقى لازم يكون الايه البون كوندكشن نورمال ويكون مين الاير كوندكشن اب نورمال وضحت الصوره يا جماعه الخطوه ديت قلنا ايه سنسور نيورال طب ليه لان عندك الاير كوندكشن اهو نورمال وفي الحاله دي في حالات ثانيه هنشوفها والبول كوندكشن اب نورمال وضحت يا احمد طيب نشوف الكيرف اللي بعد اكزامبل يا دكتور نعم الكوزز حقت السنسوري احنا قلنا كوزز كتير ايه السنسوري يا جماعه ايه اللي يعمل السنسوري ديفلس مشكله في الانر اير او مشكله في الريسبتور او مشكله في الباك واي يعني مثلا اوتر هير سيل دامج انر هير سيل دامج ممكن يكون ليجن في الاوديتوري نير ليجن في البرايمري اوديتوري اريا في تيومر كومبرسنج ذا نير في اسباب كتير قوي في مثلا ياتروجينيك في بريس بايكوزس في البولد ايج في ياتروجينيك دراج انديوس في اسباب كتير قوي وضحت الصوره يا جماعه كلام كويس طيب نشوف الكيرف اللي بعد ده الامور واضحه ولا في صعوبه يا جماعه بالله عليكم لما اشتغلنا على الجهاز وشفت يعني ايه كوندكشن وبول كوندكشن واعمل ريكوردنج ازاي سهل علينا الفهم ولا ما سهلش طيب نبص على ديت الرسمه دي جت السنه اللي فاتت بصوا للرسمه دي بصوا يا جماعه الحاجات اللي بنقولها ما بنجيبش براها يعني الحاجات دي قلناها زمان وفي ناس محلوهاش وفي ناس بعد ما قلناها يقول لك ده الوقت ما كانش كافي يا دكتور وقت ايه اللي مش كافي يعني انت لما تقول لي ده مثلا وليكن كوندكتيف او بيرسبتيف ديفنس وتقول لي 3 4 كوزز ده
هياخد منك اكتر من الاربع دقايق. حلقه ثلاث كوز. نعم يا مفتري ثلاثة كوز ما تتبهمش في دقيقه. لو قلنا خمسة كوز ما تتبهمش في دقيقه. يعني انت تفكير ايه انت شايفها قدامك 100 مره يعني بالله عليك تفكير ايه يا مفتري يعني مش فاهم. ركز معايا مين يفكر في دي مين يفكر في دي كده قول لي دي ايه. اول حاجه بص المفتاح الخريطه زي ما اتفقنا. اول حاجه بص عليها مفتاح الخريطه. ابص على الاير كوندكشن. الاير كوندكشن اللي هو الدايره دي كانت فوق اهي عند الفريكوانسي كام؟ 250 وعند ال 500 الفريكوانسي بعض البيبر بتكتبها فوق وتحت مش مشكله. احنا عارفين الهوريزونتال ده فريكوانسي. عند ال 250 وعند ال 500 وزين نورمال رينج. عند ال 1000 نزل. وعند ال 2000 وعند ال 4000 وزين نورمال رينج. ال 1000 عند ال 1000 نزل كام؟ 40 تقريبا قول 45 صح؟ يعني ده مودريت ايه؟ ما نعرفش لسه اصبر. مودريت ديفنس. بس مودريت ديفنس فين هنا بقى لازم اقول لازم اقول في مودريت ديفنس عند الفريكوانسي كام؟ 1000. ما اقولش مودريت ديفنس واسكت. يبقى عند الفريكوانسي 1000 في مودريت ديفنس. نو لسه هشوف. البول كوندكشن اخباره ايه؟ جيت اشوف البول كوندكشن لقيته بردك عند ال 250 وعند ال 500 وعند ال 2000 وعند ال 4000 وزن نورمال رينج. لكن عند ال 1000 ده تقريبا قول ايه؟ 50. يعني بردك ايه؟ مودريت ديفنس. يعني الاثنين قليلين. القاعده الثالثه بتقول ايه؟ ان لو كان الثالثه او الرابعه بتقول لك ايه؟ ان لو كان الاير كوندكشن والبون كوندكشن اب نورمال وفي جاب صغيره بينهم يعني المسافه صغيره بينهم يعني مثلا اللي هناوت عند ال 1000 دي كانت الاير كوندكشن كانت كام؟ تقريبا 45 والبون كوندكشن كانت تقريبا 50. الفرق بينهم 5 ديسيبل يعني اقل من ال 40 ديسيبل. طالما ان الجاب المسافه بينهم اقل من 40 ديسيبل يبقى ده سنسوري نيورال ديفنس او سنسوري ديفنس او بيرسبتيف ديفنس نفس المسميات. يبقى القاعده الثالثه بتقول ان لو كان الاير والبول كوندكشن ار اب نورمال والجاب اللي بينهم اقل من 40 ديسيبل هذا يعني سنسوري نيورال ديفنس. اعرف مايلد او مودريت او سيفير او بروفاوند من الطريقه اللي احنا قلناها. جيت اشوفها هنا لقيتها ما بين كام؟ 40 و 60 يعني معناها مودريت سنسوري نيورال ديفنس. يبقى اما تسال هنا What is the type of deafness in this case؟ فهو قالها لك يعني في deafness. يبقى هتقول له في او افرض انه قال لك comment بلاش عشان السؤال اصعب يقول لك comment او interpret. لو قال لك comment يبقى انا هقول له عند الفريكونسي 250 و500 و2000 و4000 ده normal hearing acuity او sensitivity. لكن عند الفريكونسي 1000 بلاقي عنده moderate sensory neural deafness. يعني انا ممكن وانا بعمل الايه الاوديوجرام الاقي فيه جزء نورمال وجزء اب نورمال. وضحت الصوره يا جماعه؟ تمام. كلام كويس. وده انديكيشن ان المكان في البازلر ميمبرين الفلاني ده هو اللي افكتد. هل هو الهاي فريكونسي ساوند ولا اللو فريكونسي هنا عند الفريكونسي 1000؟ وضحت الصوره يا جماعه؟ تمام. كلام كويس. في اي مشكله في ده؟ وهكذا يقول لك وات از ذا تايب اوف ديفنس اكسبلين يور انسر جيف اكزامبلز او يسالك اي حاجه ثانيه مثلا يعني ايه ديسيبل مثلا. طيب اسالك سؤال. ما هو بالمره ما هو ده كيرف اهو محطوط عليه ارقام. لو قال لك الزيرو ديسيبل ده يعني ايه؟ نورمال. لا نورمال. نورمال اديني ديفينيشن يعني ايه زيرو ديسيبل. ديفينيشن ذا امبليتيود اوف ذا ويف عند الزيرو. له ديفينيشن يعني ايه زيرو ديسيبل نورمال. يعني نورمال يعني ايه زيرو ديسيبل؟ نورمال ذا جاست اودبل ساوند. نورمال جاست اودبل ساوند بيتقال عليه ستاندرد ساوند. يقول لك ديفاين ستاندرد ساوند. ستاندرد ساوند هو عباره عن الجاست اودبل ساوند يعني اول صوت تسمعه نورمال ده ايه؟ من الصفر. ده الصفر بيساوي زيرو ديسيبل واقول عليه ستاندرد ساوند جاست اودبل ساوند. ممكن تتسال بردك في الـ في الـ في الاسم يقول لك وات دو وي مين باي زيرو ديسيبل او ديفاين ستاندرد ساوند. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. الكيرف دي فيها اي مشكله؟ كلام كويس. نشوف كيرف تاني كده. مين يعمل لي كومنت على الكيرف ده؟ اول حاجه ابص عليها مين؟ مفتاح الخريطه. المفتاح الخريطه. ادي عندي مين؟ ادي ايه الدايره ديت او شكل البيضاوي ده يمثل الاير كوندكشن. طب الاير كوندكشن هنا اخباره ايه؟ ابنورمال. تمام. ان فين؟ ازيد من ال 25 ده من 26 ل 40 وحتى ايه؟ واصل هنا في جزء منه كمان ازيد صح ولا لا؟ يعني في جزء هنا كمان ازيد من ال 40 صح؟ يعني معناها ايه؟ مايلد تو مودريت. لما الاقي كده في ديفنس واخد المايلد وجزء مودريت يبقى مايلد تو مودريت.
يعني دكتور ممكن اقول له مايل تو مودريت عند الألفين بس. انت ممكن تقول كده تقول كلام مطلق مايل تو مودريت ديفنس وخلاص. ماشي؟ طيب. طب ده مايل تو مودريت ديفنس. طب وبعدين نوعه ايه لسه مش عارف. هبص على البون كوندكشن. البون كوندكشن لقيته لقيته فين؟ من 90 لكام؟ يعني وصل من كام؟ من 60 ل 90 ولا عدى كام؟ تعدى كمان جزء منه. نفس الفكره. وضحت الصوره؟ سيفير يعني هنا ايه؟ سيفير تو بيرفورم. لا سيفير تو بروفاوند. ديفنس. طب انا مش عارف هل هو بقى دلوقتي مايل تو مودريت ولا سيفير تو بروفاوند؟ انا باخد من الاسوء. يبقى هو هنا سيفير تو بروفاوند. وضحت الصوره بس هل هو كوندكتيف ولا بيرسبتيف؟ ميكس. القاعده بتقول خلي بالك اكثر من 40 ان لو كانوا الاثنين اب نورمال والجاب بينهم ازيد من 40 ديسيبل يبقى ميكسد. طب شوف هنا دي كام تقريبا؟ 35 ودي تقريبا 85، فرق بينهم 50. يعني ازيد من كام؟ من 40. من 40 ديسيبل، يعني معناه ميكسد ديفنس. طب نوعه ايه؟ ميكسد. ها؟ سيفير تو بروفاوند ميكسد ديفنس. طب ليه؟ لان الاثنين اب نورمال وتقوم قايل ان النورمال رينج كذا من 0 ل 25 ديسيبل، والاثنين اب نورمال اللي هو الاير اند بون كوندكشن ار اب نورمال اند ذا جاب ان بتوين از مور ذان 40 ديسيبل. ليش اعتمدت يوم اني احدد الدرجه بالاعمق الثاني بالسنسوري؟ ليش ما اعتمدت بحق البون؟ ليش ما قلت مايل تو مودريت؟ دايما مش تاخد دايما بتاخد بالايه؟ بالاسوء قرايه. وضحت الصوره؟ تمام. زي ما تكون انت دلوقتي عندك ايه؟ بتشخص حاله وعندك في فرضيه انها تكون كذا او كذا، عشان تريح دماغك هتاخد اسهل فرضيه ولا تاخد اسوء فرضيه بعلة اعتبارك؟ اسوء فرضيه. فدي انت بتاخد اسوء حاجه عشان تعالجها. وضحت الصوره؟ طب نبص على الكيرف اللي بعد كده، نفس الكلام ده نفس النمط الاسئله يا جماعه. اهم شيء افهم ازاي اترجم بقى الاسئله انتوا ايه؟ اكون ذاكرته للنظر. طب حد يترجم لي الكيرف ده كده؟ هذا وصله بعدين. بص برضك على مين؟ ممكن اعمل خطوط على فكره، بعض الكيرفات يا جماعه ما بيوصلوش الخطوط، مفيش مشكله. لان اساس انا ببص على الايه؟ على الصور، يعني بعض الكيرفات هتلاقوا بعض الكتب يوصلوا ما بينها رموز واوقات ما يوصلوش، مش مشكله. تمام. طب البون كوندكشن، بص على البون كوندكشن. نورمال. لحد فين نورمال؟ كله نورمال، صح؟ كله نورمال. طيب بعد كده الاير كوندكشن. الاير كوندكشن كله نورمال ما عدا عند مين؟ ال 4000. يبقى الاير كوندكشن هنا هو الاب نورمال، لكن البون كوندكشن نورمال، يبقى مين ده؟ كوندكتيف ديفنس. شاطر. طب ذاك ما هو سوبر نورمال؟ فوق الصفر. لا يا دوبك عند الصفر. طيب. خلاص؟ يبقى هنا وقت يا جماعه. في الحاله ديت اقول ده والله ده ايه؟ ده عند الفريكونسي 4000 فيه عندي كوندكتيف ديفنس، ولكن عند الباقي ده عندي ايه؟ نورمال هير. مايل مايل. وهنا مايل ده كوندكتيف مش مايل مش سنسور. مايل كوندكتيف. ده مايل ولا مودريت؟ مايل. يبقى ده مايل كوندكتيف ديفنس عند فريكونسي 4000 هرتز. تمام. والباقي ده نورمال. وانت لوجيك كلام منطقي. انا لو قلت ان اونلي ذير از اول از نورمال بات اب نورمال كذا واقوم قايل ان ده مايل، خلاص اتفهمت مايل كوندكتيف ديفنس، اتفهمت ان ده ايه؟ الباقي نورمال. يعني مش هتمسكهاش تقول ده نورمال وده نورمال، مفيش وقت انك تقول كل واحده ايه دي نورمال ودي نورمال عشان ودي نورمال عشان، فاهمني؟ وبعدين هيبقى كلام محدد، كلام كويس. في اي مشكله في الكيرف ده؟ تمام. طب نبص على الكيرف ده، رسمه من الرسومات زي ما قلت لك. اوقات يا جماعه يعني الفيجر اللي قدامي او الجراف اللي قدامي فيه ايه؟ مكان واحد لون ايه؟ اوقات بيبقى فيه مكانين فريح بعضهم. اعمل ريكوردنج للرايت اير واعمل ريكوردنج للليفت اير، صح؟ يقول لك طيب لو جت رسمه زي ديت وادا عندك ايه؟ رايت اير وادا الليفت اير، ابص على المفتاح، المفتاح بتاعنا اهو ده بون كوندكشن وده اير كوندكشن. المفتاح حاله اللي فوق ده بون كوندكشن واللي تحت اير كوندكشن. الواضح ان البون كوندكشن اخباره ايه؟ نورمال. والاير كوندكشن اب نورمال. والاير كوندكشن ما بين مين ومين؟ ما بين 20 وال 40. ما بين 26 25 26 ومعدي، ده معدي لحد ال 50. وهنا من كام لكام؟ من 30 وواصل لحد تقريبا برضك مقرب من 50، يعني تقدر تقول مايلد تو مودريت كوندكتيف ديفنس. تمام. سهل الكلام ولا صعب يا جماعه؟ سهل. كلام كويس.